سوريا تحت حصار. نعم. أخذت بند واحد أنا اللي هو التعليم. تعليم الشباب. تعليم كله. كل مراحل أطفال. نعم. شباب الأخ. التعليم من حقوق الإنسان. حق من حقوق الإنسان. نعم. مثل الغذاء، مثل حرية الرأي إلى آخره. هذا الحق أنا بدأت حكيت فيه وبكل صدق. أمريكا قادت العلم. نعم. قادت الحركة والثورة التعليمية ولها فضل كبير. أنا واحد من إنتاجه، أنا تعلمت بفضل منحة من الأونروا اللي هي تمولها أمريكا، مول رئيسي. نعم. فإذا أنت يا أمريكا التي قدت التعليم في العالم، نريد منك نظرة على هذا الشعب المسكين بأن تعطيه حق التعليم بس. أنا لا أناقش الوضع السياسي ولا أناقش مسؤولية النظام أو عدم مسؤوليته أو مسؤولية الحكومات الأخرى أو عدم مسؤوليتها، لا أناقش مواقف سوريا ولا مواقف أمريكا. لا. أنا بقول هنالك شعب من الطفل الصغير، هذا شو ذنبه أنه تحرمه من التعليم؟ صحيح. فإذا أرجوك يا أمريكا، يا قيادة العلم في العالم، أن تنظري إلى هذا الإنسان كإنسان وليس ككونه في نظام. نعم. سوري أو في كما تسميه نظام. نعم. السوري أو في دولة سورية. نعم. إنه إنسان له حق التعلم. وأنت ترعي وتقود وتمول المؤسسات التعليمية وبنيت العلم في العالم، نرجو أن تنظري في حقوق هذا الإنسان. نعم. وأن تعطيه حق التعلم. وهناك عريضة طلبت أنه كمان تنمضى. نعم. في عريضة أنا مضيتها. نعم. هي موجودة عريضة على الإنترنت. نعم. وكل من يؤيد هذا الرأي أن يتكرر. أنا مش ضد ولا من، ما بهمني مين مع ضد ومين. نعم. مع هيدا علم. أنا فقط أقول هذا إنسان، هذا الطفل يا سيدي اكره القيادة. صح. يا سيدي اكره الحكومة، يا سيدي اكرهني. ولكن هذا الطفل اللي انولد بده يدخل على المدرسة، ليش تكرهه؟ نعم. هذا يريد أن يتعلم. نعم. ثم وهي النقطة الأهم يا أمريكا، وأنا هذا ما كتبته في العريضة، مصلحتك أن يكون هنالك شعب مثقف متعلم، لأن التعامل معه أفضل من الإنسان الجاهل. نعم. الذي يستطيع المبغضون. نعم. أن يؤثروا على عقله وعلى تفكيره. نعم. أن تتعاملي مع شعب جاهل أصعب من أن تتعاملي مع شعب مثقف. أكيد. فأنت من مصلحتك أيضا أن هذا التوجه. أنا أتكلم بطريقة إيجابية، وأنا أتمنى أن كل من يؤيد هذا الرأي أن يتوجه إلى أن يقول فقط أنه يؤيد. نعم. هذا الاتجاه. وأنا أتكلم. نعم. عن التعليم فقط. أكيد.